لا 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 لا، هذا البلد كل شيء بيتعبان. يراد 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 ثورة، ثورة تغير الأشياء من جديد. لا لازم. صحيح صحيح صحيح. أنت إيش دراك؟ أنت فد واحد انطوائي وعايش بعالمك الخاص، حتى فيسبوك وإنستغرام ما عندك. أي صح صح. الناس تقول الوضع كلش خربان. ها شوف جاي يحكون بالفيسبوك. فيسبوك؟ أنت عندك فيسبوك؟ وأهلك وافقوا؟ قنعتهم. شلون؟ قلت لهم هذا الفيسبوك هو لغة العصر أو الليل أو المغرب. لا أنت حتى تحشيشاتك قديمة. يلا بلكي يتحدثن بجروبات الفيسبوك. زين شلون شفت الوضع؟ الوضع كلش تمام. توك تقول البلد خربان؟ أي صح البلد خربان، يعني بس الناس أكثرهم نظيفين، أكثرهم يعني وطنيين، أكثرهم يعرفون يسوقون، وكلهم هم ذو نفسهم اللي محلين الفيسبوك ومخربين الواقع. لا ما أعتقد، كانوا صادقين، لغتهم كانت صادقة. وصدقت إحساسهم؟ طبعا طبعا صدقتهم. الله يساعدك. على شنو؟ الله يساعدك. إيش قد راح تنقط من البنات على هاي عقليتك؟ على ذكر البنات شوف هاي صادقتها بالفيسبوك. ولك هاي ممثلة نيكول كيدمان هاي. أعرف شنو أثول، أنا أعرف هاي ممثلة، بس شنو طبيت على التعليقات لقيت واحدة كاتبة هاي كلش كلش تشبهك. لا يا فطير، هاي صديقتها متفقوا وياها. شو بيك انت؟ لا ما اعتقد، لان حسيت تعليقها صادق. صدقت احساسها؟ اي طبعا. هو انت لازم تصير حذر حتى ما تصير كمويش. لا حبيبي انا صح صح، انا لازم اكون حذر صراحه، غير عم لا اصير شمك. كمويش كمويش مشك. المهم بس اكثر شغله ما حبيتها بالفيسبوك هاي سوالف الفضائح. اكثر شغله مزعجه هي هاي. شوف هسه مثلا هاي الممثله، شوف خطيه، شوفهم طالعين خصوصياتها. لا هنا أنا أبارك لك، مبروك حبيبي، أنت عبرت مرحلة الكمش وطبيت مرحلة الطرن. ولك هذا فوتوشوب. شو اسمه؟ فوتوشوب. فوتوشوب؟ شو شوف؟ لا إذا جاي تحشيش هاي كلش كلش قديمة، وإذا قلتها على نيتك عاشت إيدك. جاي حشيش دطير. شوف شوف هسه هذا سياسي خطية، شوف شوف شنو كاتب، كاتب سوف نجعل من العراق جنة. يا أخي يعني حسيت منشورة صادق يعني. لا 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 إلا هاي. صدق بصديقتك نيكول كيدمان وصدق بصديقتها المتفقة وياها، بذول لا تصدق بيهم السياسيين. ليش أنت من كذبتهم؟ شنو سويت؟ رجعت انتخبتهم. يعني اتهم كمش؟ تقريبا هيك. شوف الحلقة الكاملة حصريا على موقعنا www.utviraq.net.